الراي نتاعي انايا بربي ان شاء الله المغرب تربح زوج بزيرو مع كونتر كوت ديفوار. اي قادر، علاش ما قادر؟ قادر يربح فهمتيني، حنا ما نتبقاوش نتخلعوا من افريقيا، حنا كنا احسن منهم فهمتيني، والمغاربه راه احسن منهم، وهذا المدير بغى يجعل فيهم واحد الشحنه كبيره فهمتيني، خص غير اللعابه يسنطوا لهذا المدرب. هذا المدرب هذا راه لعب مع جوج منتخبات وراكم تشوفوا شنو دا. المغرب سيفوز في هذه المقابله، لا اقول بنتائج كبر من المستوى ديالو، ولكن من خلال مراقبتي للمقابلات الاعداديه وما زرعه المدرب الفرنسي في نفوس النخبه الوطنيه يمكن ان يساعد على تحقيق النتيجه المرغوبه فيها. خويا المغرب قادر يربح، خاصه يدير الجهد ديالو واللعابه حتى هما يديروا الجهد ديالهم مزيان باش يحاول باش الفريق يتشجع واحد شويه باش يربح ان شاء الله. المنتخب المغربي قد يفوز على المنتخب ديال كوت ديفوار، نظرا حتى هو عنده الامكانيات، عنده لاعبين محترفين، لاعبين كبار كيلعبوا في دوريات كبيره، وبالتالي قادر ياخذ المنافسه ضد كوت ديفوار. بالنسبه لي انا المنتخب الوطني ان شاء الله غادي يحقق نتيجه اللي هي ايجابيه في ملعب مراكش ضد كوت ديفوار. المهم كنتمناو انه يحصل على هذه النتيجه ويكون مترأس على المجموعه باش يتأهل للمونديال. او زعما كنشوف انا المنتخب مازال خصو لعيبيه يزيدهم، زعما كاينين لعيبيه خصي يزيدوا المنتخب، ولكن ان شاء الله غادي يكون نتيجه مزيانه وغتفرح الجماهير المغربيه.